انتقلت إلى رحمة الله تعالى والدة صاحب السمو الأمير بندر بن عبد الله بن تركي بن عبد العزيز بن تركي آل سعود، كما أعلن الديوان الملكي اليوم الخميس عن وفاة والدة صاحب السمو الأمير بندر بن عبد الله بن تركي بن عبد العزيز بن تركي آل سعود خبر وفاتها، وسيصلي عليها إن شاء الله اليوم الخميس بعد صلاة العصر في المسجد الحرام بمكة المكرمة، رحمها الله وأسكنها في سيح جناته. نسألكم في التعليقات الدعاء لها بالرحمة والمغفرة، وأن يلهم أهلها وزويها جميل الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون.